امتاز الشعب البحراني على مدى تاريخه الطويل الذي يمتد لأكثر من 3000 سنة بالوفاء ورد الجميل لمن أحسن إليه. الرموز القادة كما تطلق عليهم الجماهير مسكوا زمام المبادرة وقيادة الثورة قبل أن يزج بهم الحكم في السجون، حيث بدأت رحلة التعذيب الجسدي والنفسي. الانتكاسة الصحية الخطيرة التي طرأت على صحة القياديين البارزين حسن المشيمع وعبد الوهاب حسين أثارت غضب الجماهير، خاصة مع تواتر أنباء تؤكد الإهمال المتعمد لتوفير العلاج اللازم لهما. تحت شعار قادة العزة نظمت عشرات البلدات تظاهرات نددت باستمرار اعتقال الرموز، وحملت الحاكم حمد عيسى الخليفة مسؤولية سلامتهم. وكان من بين المناطق التي شهدت تظاهرات تبعتها مواجهات عنيفة مع قوات النظام بلدات سترة، التي خرج فيها الأهالي في مسيرة موحدة هاتفين برحيل النظام الخليفي وحق تقرير المصير. كما تظاهر الأهالي في كل من النبيه صالح والعكر والمعامير وعالي التي اختطف أكثر من 10 نشطاء منها يوم أمس، إضافة إلى بلدات سماهيج وجد حفص والده وكرباباد وكرزكان ودمستان والدراز. مدينة الزهراء شهدت أعنف المواجهات، حيث تبنت سرايا المقاومة الشعبية عملية ردع أدت إلى احتراق مركبة تابعة لقوات النظام أثناء قمعها التظاهرات.